منعوها ان هي تغني او تمثل في مصر، وفيلمها الجديد مش عارفين مصيره ايه. ايه اللي حصل مع الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي، ويا ترى ايه رد فعلها على القرارات دي؟ الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي كان عندها حفله في الساحل الشمالي، واتفقت على العقد وكمان مضت واخدت فلوسها، بس هيفاء وهبي للاسف ما راحتش الحفله، وده كان السبب في ازمه كبيره، وده سبب ازمه كبيره لمنظم الحفلات وعمل له خسائر جامده. وراح بشكل رسمي لنقابة المهن الموسيقية واشتكى هيفا بسبب إخلالها لاتفاق العقد، والمفروض إن ميعاد الحفلة كان هيبقى 19/7 الماضي. وقال كمان إن الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود العقد الفني بينها وبين شركة الإنتاج السينمائي، وده بالرغم إن هيفاء وهبي استلمت عربون الحفلة، بس للأسف ما نفذتش اللي جه في قرار لجنة التحقيق في نقابة المهن التمثيلية. وبعد كده توقفت هيفاء وهبي عن العمل واتمنع التصريح ليها مجددا، وبكده الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتواجه أزمة كبيرة جدا. وأعلنت نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية إنهم مش هيشتغلوا تاني مع هيفاء وهبي، قرروا إيقاف جميع تصاريح العمل في مصر سواء إحياء حفلات غنائية أو حتى التمثيل في أي عمل درامي، خصوصا إن هيفاء وهبي صورت فيلم ولاد المحظوظة واللي انتهت من تصوير جميع المشاهد، واللي كان المفروض إن هو هيتم عرضه خلال الأسابيع القليلة اللي جاية، والمفروض دلوقتي إن الفيلم في المراحل الأخيرة من التلوين والمونتاج عشان يتعرض قريب. طيب يا ترى هيفاء وهبي قالت إيه بعد كل القرارات اللي حصلت معاها دي؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وده كان رد الفنانة هيفاء وهبي على جميع القرارات اللي اتقالت وجميع الأزمات اللي واجهتها. بس واحد من فريق فيلم ولاد المحظوظة صرح إن الفيلم خارج القرار ده، لأن صناعه خلصوا جميع تصوير مشاهده، وفيلم ولاد المحظوظة هو فيلم لايت رومانسي، وبتلعب فيه هيفاء وهبي دور بنت لبنانية بتضطر السفر لمصر بسبب ظروف معينة، وهناك بتتعرف هيفاء وهبي على باقي أبطال الفيلم وبتمر بعدة مواقف كوميدية واجتماعية. تفتكروا فعلا الأزمة هتعدي وهيفاء وهبي هترجع للعمل بشكل طبيعي في مصر؟ تابعونا على موقع صدى البلد عشان تعرفوا كل جديد عن الفن والفنانين.